برنامج الخدمة الإلكترونية وأتمتة عمل مديرية النقل في محافظة درعا شكلا نقلة نوعية في تبسيط وتسهيل المزيد من الإجراءات وتوحيدها بما يخدم المواطن ويوفر الجهد والوقت والحد من تزوير معاملات قيود المركبات وتلاشي فجوة استغلال المواطنين من قبل معقبي المعاملات أو غيرهم في إنجاز معاملاتهم. نأخذ مثلا معاملة نقل الملكية، يتم إجراء المعاملة خلال نصف ساعة كحد أقصى تنتهي المعاملة. في عندنا الإيجابيات يعني اللي صارت نتيجة الربط، تم الربط مع فرع المرور، لا داعي للذهاب إلى فرع المرور. على بيانات الحاسب تظهر المركبة إذا كانت مطلوبة للمرور أو عليها مخالفات. خفف علينا عباء السفر بالنسبة لوضع الإشارات على السيارات بدعاوى تثبيت البيع. احنا كنا طبعا نطلع كمحامي، يعني اذا جتني سياره لو حتى الحسكه او الدير او الرقه او غير محافظه درعا كنا نطلع على المحافظه الثانيه نسافر من اجل وضع اشاره الدعوه على المركبه. ننهي كل يوم يعني كل موظف شي 10 معاملات بين فراغ وبين ترسيم وبين هذا. اما حاليا الساعه اصبح البرنامج فيه سرعه، يعني تقريبا ننهي شيء 50-60 معاملة، يعني أكثر من 50-60 معاملة. العمل بالخدمة الإلكترونية المؤتمت وربط مديرية نقل درعا مع قاعدة البيانات المركزية لاقى ارتياحا كبيرا لدى المواطنين بعد أتمتة وأرشفة قيود المركبات إلكترونيا، ما جعل بإمكان أي مواطن إجراء المعاملة لمركبته من أي مديرية قريبة منه دون أن يضطر للانتقال إلى المحافظات المسجلة بها المركبة، ما خفف عليهم أعباء تكاليف السفر والتنقل بين المحافظات وإنجاز المعاملة خلال وقت قصير لا يتجاوز النصف ساعة. بعد الربط الجديد اللي صار بالمحافظات سهلت الأمور كثير للمواطن. نتيجة الربط الإلكتروني ما عاد في عناء والتنقل بين المحافظات، والكادر الموجود متعاونين. الحمد لله تسهيلات موجودة وما فيش تعقيدات. وفر الجهد والوقت على السادة المواطنين. فيما مضى كانت معاملة فراغ السيارة تأخذ وقت أكثر من 3-4 أيام. كافة المعاملات المتعلقة بالمركبات بمختلف أنواعها يتم إجراؤها حاسوبيا من تسجيل وترخيص أو نقل ملكية، وموظف واحد ينهي عملها بدقة وسرعة في الإنجاز، ما حسن من إيرادات مديرية نقل درعا ما يزيد عن 4 مليارات ليرة وإنجاز ما يقارب 54,000 معاملة خلال 7 أشهر من العام الحالي.